أبدأ معك سيد سعد الفقيه. الآن وبعد تقرير CIA الذي يقول ولأول مرة أن محمد بن سلمان هو من أصدر أوامر قتل جمال خاشقجي، كيف تنظر إلى الموقف الغربي والأمريكي تحديدا؟ يعتبر إعلان CIA أو تقريبا حسم للأمر، يعني النقطة النهائية. لا أعتقد أن مؤسسة في العالم في ثقل CIA يمكن أن يهمل كلامها. الناس بالعكس، الناس تقريبا كانت تنتظر كلام CIA مثل ما تنتظر الموقف الأمريكي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، استخدام CIA لأسلوب التسريب، ولكنه تسريب قوي، ليس بمعنى تسريب مشكوك فيه. حتى الواشنطن بوست لم تقل، ولا نيويورك تايمز ولا CNN لم تقل تسريبات، قالت CIA تستنتج هكذا كحقيقة كمعلومة، تستنتج أن ابن سلمان هو القاتل، هو الذي أمر بالقتل. أن يوضع الخبر بهذا الشكل وبهذا الحجم، هذا سيجبر ترامب إجبارا على أن يتبنى هذا الموضوع. لا أعتقد أنه بقي، خاصة بعد تأكيدات الكونغرس، لا أعتقد أنه بقي أمام ترامب إلا أن يقر بأن ابن سلمان هو القاتل. إذا أقر ترامب بأن ابن سلمان هو القاتل، العد التنازلي لابن سلمان يكون قد بدأ.